شغل حرية كرامة وطنية. شغل حرية كرامة وطنية. هما في مكان معناها مند ياسر حشيش وقريعة الطريق المادة على كل الطريق اللي يهز للطيارة اللي موجودة في المنتزه نتاع المروش، وعلى إثر ذلك وبسرعة عملنا يوم تضامني يوم 12 فيفري، ندينا فيه المجتمع المدني، ندينا فيه لأصدقائنا من نقابة الأطباء اللي جاءوا أسرعوا، لأنه أصدقائنا اللي جاءوا من قفصة تقرحات في الأرجل، تقرحات في المعدة، واحد طبلته منقوبة يرجع في الدم. أنا عمري ما ريتها في حياتي، قاعد واقف قدامك وذنو تسيب في الدم. اللي خرجنا من قفصة، احنا خرجنا كي لقينا ما فهمش السلطات باش تسمعنا، مع الناس يعني شكون نجم تقابل أصلا. خرجنا من غاديكا وقلنا احنا تونس هي اللي فيها الحكم، بالك يسمعونا. وصلنا خرجنا من غاديكا سلميين لوصولنا للمروش، وقعت افتيادنا في الفحص، حبوا يرجعونا بكامل اشكال طرق. على بالنا احنا توانسة، يعني ناس كل تحمل جنسية تونسية وعندك حرية تنقل في بلادك، سواء في تونس، في صفاقس، في سوسة. لكن وصلنا تونس نلقوا عكس ذلك، نلقوا اللي احنا محاصرين، اعتبرونا كأن لاجئين، عندك زوز متر وما تفوتهاش. الجانب التنفيذي فهمتني، اللي هي السلطات الأمنية تقوم بافتزاز، معناها تستفز فهمتني في المعتصمين، نحي القيتون وين ماشي وين جاي، شكون ماشي، شكون اللي جاك، فهمتني؟ كانوا عبد معناها يبحث فيك، كانك معناها ماكش تونسي، فهمتني؟ كانك لاجئ جاي من دولة أخرى وما عندهم عليك حتى هوية، كانك مجهول، يسأل فيك كل نهار أعطيني اسمك ولقبك الثلاثي. معناها قمت بالتعطيل نتاعي باش أنا ما نعمل حد شيء، والقضية نتاعي تبقى محصورة في حديقة، فهمتني؟ وما يعرف بها حد وما يعرف بها حد. إنسان جاك 405 كيلومتر، ما تصور إنه يعمل أي حاجة، فهمتني؟ خاطر هو ميت في قفصة ينجم يموت في تونس. 5 سنين بعد الثورة، وبعد ما الدستور التونسي احتوى على فصل يتحدث على حرية التنقل، يجي موظف يمارس العنف على مواطن آخر يحب يتنقل من مكان إلى آخر، وزيد ورب عذر أقبح من ذنب، يقول له عندي تعليمات. ما فسر له حتى حد اللي تعليماته، مشات مع بن علي ما عاش فما تعليمات. فما القانون الفيصل في الموضوع هو القانون، ولا يمكن لأي موظف كان مهما كانت درجة مسؤوليته أو درجة اسمه في الشرطة أن يقول للمواطن ما تمشيش، ما تتحركش لك، ما تتعديش لك، ممنوع منع الباتل.